اليوم سمعت ماما تحكي بالكتله بالتليفون تقول لي عشت ايدك انه قلت لي اشتغلي بهاي الشركه وزين قلت لي وكلامك صحيح من هالحكي هذا، بس اكو شغله كلش مهمه لازم اقول لك عليها. بالبيت ما اخذ راحتي بالحكي، فخلينا نطلع برا نلتقي ونحكي. انا من سمعت ماما هيجي قالت يعني استغربت انصدمت، ليش ماما هيجي تقول؟ فرأسا طلعت ورا هذا اشوف وين حتروح. يعني خالد بلقيس لك الشغل زين وين؟ هي بالبدايه ما حكت لنا تفاصيل عن الشغل، بس قالت بدي اشتغل بشركه وها هي. بعدين اكتشفنا انه هي قاعده تشتغل بشركه مهند. شنو؟ طبعا قامت القيامه بالبيت والكل ظل يحكي، حتى فريده خطيه رادت تعوف البيت وتطلع راسا، بالقوه اقنعناها حتى تبقى. يعني خاله بلقيس تشتغل يم مهند، واكو حد طلب من عندها تسوي هذا الشيء؟ زين منو؟ كمال. كمال هو اللي طلب من عندها، وهو نفسه اللي كان تحكي وياه بالتليفون وبعدين التقوا برا. كمال اخويا. انا راقبتهم من بعيد، شفتهم حيل مندمجين ويحكون بحماس. اعتقد صاير شيء بمكتب مهند. صارت الناس كلش طيبين. انا ما اعرف شلون اشكركم على هذا الفضل. لأن أنت قلبك طيب، الله يساعدك. زين ايش قلت لأبو الله؟ أنا ما قدرت أقترب من عندهم أكثر حتى لا يحسون بي، بس اللي فهمته إنه كمال ده يشك بمهند، إنه هو له علاقة يعني باللي صار وياك. ما أعرف إذا يهمك الموضوع أو لا بصراحة، بس الشرطة أخذت أقوال المهند وانحبس ليلة كاملة. بس ما أعرف ليش كمال شاك بمهند. مهند بريء من هذا الشيء. أعتقد بسبب سمر. سمر شوف هذا الرجال اللي احترقمه واللي الكل عبال إنه هو أنت. سمر إيش سوت؟ اتهمت فريدة وقدام الكل، قالت لها أنت سبب بمقتل جمال. هي شنو قصدها؟ قصدها إنه مهند من غيرته على فريدة إيش سوى؟ راح قتلك رأساً. إيش تفكيرها يعني؟ أخ يا سمر، أخلو بس تعرفين إن إذا تحاربين أختك شر دقيتي راسك بالحائط. بس شنو الفائدة؟ تعتقد كمال يشك بسمر؟ والله ما أدري سوير، يمكن حكت شي قدام كمال وكشفت عن نفسها. إيه بهالحالة معناها كمال متوجه لطريق غلط. ما يخالف، خلي بالطريق الغلط حاليا لحد ما أكشف الحقيقة. صح كلامك. يلا انت روحي حتى ما يقلقون عليك. سوير اشكرك. لا العفو. جمال، يعني انت تستخف منا ومنا، ما اعرف الصراحه ايش قاعد تاكل ايش قاعد تشرب، محتاج شيء يقول لي يعني.